بسم الله الرحمن الرحيم. دي المحاضرة الرابعة وتعتبر الجزء الثاني من الفارماسي. إن شاء الله هنكمل هذا الموضوع خلال هذه المحاضرة. أول حاجة نتكلم فيها هي units of radioactivity. إحنا عندنا نوعين من units of radioactivity. عندنا أكثر من يعني انا هتكلم الاول على اليونتس نفسها لكن بعد كده في يونتس اوف راديشن برضه هنتكلم عليها بعد كده. راديو اكتيفيتي هي اصلا سام تعرفين مريم كوري وجوزها هما اكتشفوا حكايه الكوري، وهو عباره عن 1 جرام اوف راديوم راديو اكتيفيتي بيساوي 1 كيوري. دي طبعا مقاس كبير جدا، والكيوري ده اللي هو سي اي بيساوي 3.7 10 to the power 10 of disintegration per second أو disintegrating a nucleus per second. طبعا ده رقم كبير جدا، ممكن ناخد units أصغر منه، لكن دلوقتي هو برضو اليونت دي اللي هي disintegration per second أو disintegrating nucleus per second equals unit تانية اسمها becquerel. فالبيكوريل هو صغير جدا اللي هو 1 disintegration per second. طبعا لو جينا نقسم الكيوري ممكن نعمل ملي كيوري، طبعا هيبقى اصغر من كده، تبقى 3.7 times 10 to the power 7 او مايكرو كيوري تبقى 3.7 times 10 to the power 4. دي الراديو اكتيفيتي نفسها. لما نشوف المودز اوف راديو اكتيفيتي، اتكلمنا على المودز بالتفصيل قبل كده، ده كده باختصار بقى يا اما الفا ديكي زي عندنا البولونيوم. بولونيوم ده ال A بتاعته ايكوالز 210، طبعا هو زي ما احنا عارفين ال A ده اللي هو نيوترونز بلس بروتونز، لكن عدد البروتونز بتاعته 84، فيبقى الزد بتاعه 84. الهيليوم هذا لما يحصل له ديكي الفا ديكي بيدي هيليوم، والهيليوم زي ما عارفين 4-2 بلس ليد اللي هو 2-6، يعني 210 ناقص 4 هيدي 206، والليد نمبر اوف بروتونز بتاعته 82، لأن احنا عندنا 84-2 هي 82. ده الألفا ديكي. لو نشوف البيتا ديكي، احنا قلنا البيتا ديكي ده نوعين، يا إما نيجاترون إميشن اللي هو يعمل إميشن لون إلكترون، الإكزامبل بتاعنا اللي هو الفوسفورس، فوسفورس 32 والنمبر أوف بروتونز بتاعته 15، هيديني السلفر 32 إذا ما تغيرش النمبر A اللي هو الماس نمبر، لكن هيديني سلفر نمبر بروتون 16 لأنه حصل ترانسميتيشن، وبالتالي زاد النمبر بروتونز ب 1. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه عمل اميشن للنيجاترون. طبعا احنا نكتب الاختصار بتاعها اللي هو نيوترون اللي هي الشورت نوتيشن ايكويشن دي، نيوترون بيدي بروتون بلس الكترون بلس نيو دي انرجي، كمية انرجي صغيرة. يعني النيوترون هنا يحصل سبليتنج انتو تو، بروتون والكترون، وعشان كده النمبر في بروتون زادت من 15 ل 16 اللي هو بتاع السلفر، تغير الالمنت طبعا حصل ترانسميتيشن، لكن النمبر اوف A not change، لان لو حصل سبريتنج فبيدي ايه نيوترون للبروتون، والبروتون برضو بيتحسب من ال A بيطلع طبعا النيجاتيف. طيب لو بوزيترون اميشن اللي هو يعمل ابسوربشن للالكترون اللي هو هيبقى الالكترون بلس زي الاكزامبل بتاعنا بتاع الكربون، كربون 11 نمبر بروتونز بتاعته 6، يدي ايه
بيدي بورون، البورون برضو 11، لكن النمبر اوف بروتونز بتاعته 5. اذا هنا النمبر اوف بروتونز قلت ليه؟ لان هنا البروتون هو اللي حصل له ديسوسيشن، حصل له يعني طلع ايه بوزيترون. البوزيترون ده معناه ايه؟ انه جه وخد بروتون عم حوله الى نيوترون، يعني حصل ايه؟ الالكترون ده حصل له رحله مع ماسك بروتون وحولهم الى نيوترون، وطبعا البوزيترون زائد النيو اللي هي الانرجي، عشان كده اسمه بوزيترون اميشن. وبالتالي البروتون قل، فبدل ما كان 6 بقى 5 بتاع البورون، ولكن النمبر اوف ايه از ذا سيم، النيوترون والبروتون واحد بالنسبه لي. ثالث حاله من مودز اوف ريديو اكتيفيتي هو الكي كابتشر اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. الاكزامبل بتاعنا اللي هو البريليوم، البريليوم هو 7 لكن نمبر بروتون بتاعته اونلي 4، زائد الكترون كابتشر، يعني مسك الكترون بيجيب الكترون من طبعا الاوربيتال اللي قريب من النيوكليس فتحول الى الليثيوم. الليثيوم برضو 7 لكن نمبر بروتون بتاع الليثيوم كام؟ 3. يبقى اذا هو loses 1 بروتون، بالظبط زي الحاله بتاعت البوزيترون اميشن، يعني الكترون مسك بالظبط من جوه ما طلعش اميشن، انو الكابتشر فمسك 1 بروتون وتحول الى نيوترون. يبقى الايه ما بتتغيرش، النمبر بروتونز بيتغير، وبالتالي حصل ايه؟ ترانسميتيشن. طيب اليونتس اوف دوزج، احنا عندنا بقى قلنا اليونتس اوف راديشن راديو اكتيفيتي، ده هو الكيوري والبيكوري، لكن اليونتس اوف دوزج في عندنا اكسبوجر دوز وفي عندنا ابسوربشن دوز. الاكسبوجر اللي هو بيطلعها نفسه الراديو اكتيف ماتيريال او راديو نيوكلايد، الابسوربشن اللي هو احنا ابسوربت او اي بادي يعمل ابسوربشن للراديشن. الاكسبوجر دوز هي اليونتس بتاعتها هي رونتجن اللي هي سمول ار، عبارة عن ايه بقى الابسوربشن الاكسبوجر دوز دي؟ كوانتيتي اوف اكس او جاما راديشن، تنوع الراديشن، هما دول موست كومنلي يوزد تو بروديوس 1 الكترو ستاتيك يونت اوف تشارج ان 1 سي سي اوف اير. يبقى كوانتيتي اوف اكس راديشن او جاما راديشن تو بروديوس 1 الكترو ستاتيك يونت اوف تشارج ان 1 سي سي اوف اير. طيب احنا عايزين نحسب الدوز دي، اكسبوجر دوز بتاع اي حاجه راديو نيوكلايد او راديو اكتف. هنا في ايكويشن ام ار ار دي رنتجن بير يونت اور ايكوالز جاما، دي الكابيتال جاما اللي هي عامله زي تي دي في سي على دي سكوير. دي الجاما دي او كابيتال جاما هي عبارة عن specific gamma ray output، دي specific لأي ايه radiation او radioactive decay. C هو number of millicuri، number of millicuri of radioactive material. دي هي distance exposure، distance معينة، distance in centimeter to the source. يبقى احنا عندنا الكلام ده MR اللي هي ايه؟ R قلنا رنتجن، و MR اللي هو ايه؟ الدوز ريت، هو الريت بتاع اكسبوجر او راديشن بير يونت اور equals gamma C divided
باي دي سكوير. طب نشوف بالنسبة للـ units of dosage، طبعا غير الـ units of exposure، اللي هي عندنا absorbed dose يعني راد يعني radiation absorbed dose، الـ absorbed dose أو radiation اللي هي absorbed from this nucleus. If radiation energy absorbed by tissue اللي هو الراد بيساوي 100 erg per gram of tissue، يبقى الراد بيساوي عندنا 100 erg per gram of tissue اللي هو absorbed، يعني دي energy absorbed 100 erg per gram of tissue. الراد ده very small unit of dosage او absorption dose، عندنا gray، gray ده equals 100 rads. ايه ال production of radionuclides؟ في different methods of productions. أول حاجة fission by products اللي هو الانشطار، وده طبعا أهم example فيه هو اليورانيوم، وده هو إيه الـ nuclear power اللي هو اليورانيوم 238 bombarded بنيوترون فبيديني ستانس 131 وموليبدينام 106 بلس ان بلس ان او زي ما قلنا 2 ل 3 ان. ده طبعا ده انشطار معروف، قلنا قبل كده انه بيدي 2 ايكوال ان سايز، زي ما هم دول 131 وده 106، يعني دول يعملوا 237 بلس بقى الـ N produce. ده نوع من production of radionuclides. طبعا نتيجة كده دي series of reactions زي ما احنا عارفين consecutive تطلع تدي حاجات كتير جدا أوي لحد ما توصل للت، ياخد وقت كبير جدا start. Neutron reaction، في نوع تاني neutron reaction، يا إما neutron activation زي الفوسفورس 31 مع neutron هيديني فوسفورس 32 يعني ايزوتوب بلس جاما راديشن، يعني النيوترون خبط في مع ال، طبعا في الحالة دي ما بيتغيرش لأن بي 31 زادت بقت سي 32، يعني ده ايزوتوب لأن النيوترون دخل فزود النمبر اوف A وبيطلع جاما راديشن، ده بروديوسينج جاما. طيب لو ده نيوترون رياكشن، نيوترون اكتيفيشن، النوع الثاني ترانسميوتيشن، هنا ما حصلتش ترانسميوتيشن، هنا اعطالي ايزوتوب اوف ذا سيم اليمنت، يعني حللي بالنسبه للفوسفورس نمبر اوف بروتونز از ذا سيم اللي هو 15. لو ترانسميوتيشن عندنا سلفر 32 مع نيوترون بيديني فوسفورس 32، السلفر ده زي ما احنا عارفين ان البروتونز بتاعته 16 والفوسفورس 15، يعني معنى كده حصل ترانسميوتيشن اتغير من سلفر فوسفورس رغم ان هو ضرب 1 نيوترون. ال 1 نيوترون ده بقى اللي دخلت على السلفر تحللت الى بروتون وطلع بروتون اللي هو هيدروجين، وفضل ايه الالكترون، يعني السلفر في الحاله دي اللي هو 16 بروتون فقد بعد كده بروتون فبقى بتحول لفوسفورس 15 بروتون. النيوترون لما دخل ما غيرش طبعا النمبر اوف ايه لان النيوترون بدل البروتون، لكن في بروتون في زبول اللي هو 1 هيدروجين اتوم، وعشان كده ده يعتبر ترانسميوتيشن، وطبعا ان جي بروتونز از فورد. النوع الثالث اللي هو سايكلوترون برودوس راديو نيوكلايدز،
عن طريق السيركل. نسمي السيكلوترون ده بارتيكل اكسلريتور، يعني ده اكسلريتور دخل في تشارجد مويتي وبيحصل له اكسلريشن في الديفرنس بوتنشال. ذات كومبرايزز الكتروستاتيك او ماجنتيك فيلد، ماجنتيك فيلد او الكتروستاتيك فيلد with charged particles accelerated with high velocity. بيدخل فوق بس المفروض البارتيكل دي تكون تشارجد عشان تمشي في الماجنتيك فيلد او الكتروستاتيك فيلد عشان تبقى اكسلريتد كده او بوتنشال ديفرنس with high velocity بتمشي فيها. الاكزامبل بتاعنا هيبقى المغنيسيوم. مغنيسيوم ده 24 تبقى بومباردد بايه؟ ايه هو بقى اللي هنا charged particle deuterons اللي هو H2. deuterons دي مع 24 اللي هو magnesium 24 طبعا deuterons هنا H2 زي ما قلنا يبقى 24 هيتحول ل 26 لكن producing alpha particle. alpha particle هي 4 يبقى 26 ناقص 4 هتبقى كام؟ 22. 22 ده ايه؟ ولكن النمبر بروتونز بدل المغنيسيوم بتاع 12 تحولت لصوديوم اللي هو 11. حصل ترانسميوتيشن واعطاني ايه؟ الصوديوم. طيب في طريقه ثانيه برضو احنا قلنا ده برودكشن اوليجينيوكلاس، لكن ازاي نعمل نحول مثلا حاجة ل radio active لا اسمه radio labeling of compounds وprepare radio tracers بتعمله في biochemistry أو biochemical pathways ده أو برضو preparation also of radiopharmaceuticals. radio labeling بيبقى with several methods يا إما introduction of a foreign label زي التكنيتيوم 99M زي ما احنا قلنا ده universal label محبوب جدا لأنه جاما radiation وقلنا short half-life biotope exchange زي الأيودين 131 الأيودين احنا ممكن نلاقي من 125 127 129 فاحنا نقدر نشيل الأيودايد العادي زي في الصوديوم أيودايد أو حاجة كده ونحط له radioactive ده الأيودين 131. الطريقة الثالثة labeling with bifunctional chelates chelation هنا حاجة رابعة biosensors زي الكوبالت 57 gross media of bacteria produces cyanocobalamin اللي هو radioactive B12 ده بيعملوا بيه test food chain test. the design of radioactive radiopharmaceuticals يا اما metal tagged عليه metal طبعا radioactive او مثل essential. اهم حاجة عندنا بقى اهم application هو sodium pertechnetate technetium اللي هو generator of sodium pertechnetate اللي هو technetium 99M زي ما قلنا ده produced من الفيشن بتاع اليورانيوم من المولبدين 99 بعدين تكنيتيوم 99 ام اللي هو بعد كده بيدي تكنيتيوم 99 اللي هو نون راديواكتيف. التكنيتيوم 99 ام is the most commonly used radionuclide in diagnostic imaging today. This radionuclide is produced by the radioactive decay of molybdenum زي ما قلنا الفيشن molybdenum 99 is obtained via commercially supplied sterile biogen free generator system. احنا عندنا جنريتور او مولد صغير. المولد ده بيجي جاهز commercially supplied sterile biogen free generator. كويس. الجنريتور ده is a device used to separate a short half life radionuclide from the longer lived parent nuclide. اللي هو ايه؟ اللي هو البيرنت اللي هو مولبدنم 99 اللي هو لونج هاف لايف. الشورت هاف لايف اللي هو
هيبقى تكنيتيوم 99M while retaining the parent to produce more of the daughter. يعني بيفضل المولبدنان زي ما هو. احنا بنعمل له ايه؟ بروسس الميلكينج، يعني كانه بنحلبه باستمرار، بنحط عليه مثلا سلاين يطلع علينا ايه؟ التكنيتيوم ده 99M اللي هو يبقى فيه producing ايه؟ الجاما راديشن. While retaining parent produce more of the daughter nucleotide, the daughter اللي هو التكنيتيوم او الصوديوم بير تكنيتيت تكنيتيوم 99. عشان كده احنا بنسميه جنريتور. Generators use molybdenum 99 obtained from the fission of uranium 235 ordinary equations قبل كده. This molybdenum 99 is absorbed on an alumina ion exchange. ده هو generator بقى. عندنا alumina اللي هو aluminium hydroxide ion exchange column. الكولوم اللي فيه aluminium hydroxide ومحطوط عليه ده absorbed molybdenum 99 محطوط عليه. التكنيتيوم 99 formed from its decay is exchanged for the chloride. اللي بيطلع ده 99M exchanged for the chloride ion available in the 0.9% saline eluate solution washed through the column. يبقى احنا عندنا التكنيتيوم 99M produced. طب يعمل مولبدنا ناخده ازاي؟ بنحط عليه بيعمل اليوشن بالسلاين. السلاين بيعمل اليوشن واللي بروديوس صوديوم بيرتكنيتيت اللي هو صوديوم PC99MO4 فورم. ده هو الصوديوم، يعني هنحط الصوديوم كلورايد ويتحول الى صوديوم بيرتكنيتيت. طيب الكيميكال ستيت بروديوس از از ات از اوليوتد فروم ذا كولوم از بلس 7. الفالنسي بتاعها بلس 7 must be reduced to a lower valency state before it's able to react with other. ده valency state عالي جدا ما يعملش reaction اي حاجة، فلازم نقللها. عندنا نعمل ازاي؟ نعملها reduction stannous ion is used. ده كله موجود فين؟ في generator. stannous موجود بره، مجرد انها produce بناخد الاليويد ده اللي هو sodium pernicotide نحط عليه الstannous يعمل له على طول ريدكشن، وبعد كده نعمل كومبينيشن مع اي فارماسيوتيكال او بيولوجيكال سبستنس عشان نعمل ايه؟ ريدي فارماسيوتيكال فور تارجتنج فور انفستيجيشن، عشان يدي كامونيشن. ريدي فارماسيوتيكال كيت دي كونسيستس اوف ستيرايل بيروجين فري فايلز كونتيننج ادوسنج ايجنت. يعني كيت فيها كده، فيها جنريتور لوحده وفيها ريدوسنج ايجنت بقى. دي كومباوند to be labeled and any additional adjuvants to affect reaction or stabilized labeled products. They are lyophilized طبعا under inert atmosphere so as to minimize oxidation of the stannous. ده مهم جدا، ده هو الكيت فيها جنريتور وفيها الستانس ارسينيك. عندنا الاوفيشال صوديوم بيرتكنيت في شيء في اليو اس بي نشوف البروبرتيز بتاعته. الفيزيكال بروبرتيز عباره عن ايه؟ السوليوشن ده should be clear colorless and free of visible materials. pH بتاعته 4.5 to 7. وصوديوم بيرتكنيت is used to radio label all other technetium ريدي فارماسيوتيكالز مستعمله عشان كده ريأكشن ما يعني. البايو ديستريبيوشن بتاعه بيرتكنيتات is taken up and released by the body similar to iodine 130. يعني بياخد هو ايه البيرتكنيتات سيمكتات مثلا انترافينسلي، يوم يطلع الجاما ريز نقدر نعمل لها ايه؟ ايميجينج بالجاما كاميرا. After intravenous administration, radiopharmaceutical concentrates in the choroid plexus أو thyroid gland. ممكن أعمل بيها أصور thyroid أو choroid. salivary gland والstomach.
but remains in the circulation for first pass blood pool status. Organ perfusion and major vessel status برضه for vessels. هنا بقى الديكي داتا بتاعتها ايه؟ تكنيتيوم 99 ام decays by isomeric transition. قلنا قبل كده ايه الايزوميريك ترانزيشن؟ with a physical half life of 6 hours. احنا في جاما راديشن. ده الديكي بتاعها او الايميشن كام راديشن only half life 6 hours ودي مهمه جدا عشان كده الكيت دي بتيجي to be freshly prepared يعني الكيت بتيجي ما فيهاش لسه الرياكشن مجرد انا احط السلايد يبتدي الرياكشن ويبتدي الاليوشن تيرنتيت وبعدين استعملها اون سبوت لان الهاف لايف 6 اورز يعني ممكن ما ينفعش ان انا اجيبها كده جاهزه من اي حته لازم تكون to be freshly prepared والا هتبقى ineffective خالص. The primary radiation emissions are 140 كيلو الكترون فولت. دي الانتنسيتي بتاعت primary emission هي جاما راديشن. جاما انرجي فوتونز اللي هي كيلو الكترون فولت اوف جاما انرجي فوتونز. البيوريتي بتاعتها طبعا لازم نشوف البيوريتي. اليو اس بي بيوريتي ريكوايرز مولبدينم بريك ثرو ليميت اوف ليس ذان 0.15 كيوري بير ميلي كيوري اوف تكنيتيوم 99 ام ات ذا تايم اوف بيشنت ادمنستريشن. يعني لو الكنترول بتاعها لازم تكون اقل من 0.15 مايكرو كيوري بير ميلي كيوري اوف تكنيتيوم ام اللي هو البيرنت بتاعها ده التكنيتيوم 99 ام لانه 99 ام بعد كده بيديني 99 ام 99 اللي هو ده 6 اور لكن المولبدنم دي 67 اور عشان كده احنا عايزين مينيمم اوف سيس اللي هي 67 اور دي حاجه اللي هو المولبدنم ليميت وبعدين كيميكال بيوريتي ريكوايرز برضو الومنيوم ايون تيست ريزلت اوف ليس ذان 10 ميجا جرام بير مليتر لان فيها زي ما احنا عارفين الومنا ابسوربد على ايه على القولون. هنشوف دلوقتي بعض الحاجات دي مثلا العلامه بتاعه الراديشن محدش يقرب منها لازم تبقى موجوده باقي فيها راديشن ده التكنيتيوم زي ما احنا شايفين التكنيتيوم كومبلكس مع ايه ارتكنيتيت شايفين ان هو ارتكنيتيت بالشكل ده وده هو الكولومن اللي قلنا عليه زي ما احنا شايفين الاخضر ده كله ده بروتكشن اجينست ان الجاما راديشن تطلع بره وتاذي اي حد طبعا الكولومن جوه وفيه الالومنا والمولبدنم 99 وهنا بنحط السلاين من فوق من تحت طبعا يدخل من تحت اهو ويطلع اليويد من فوق كده السلاين وده في هيبقى تكنيتيوم 99 طبعا هيطلع الصوديوم بيرتكنيتيت بالإليفيت ده هو الكيت اللي بيبقى فيه المولبنة اللي بيطلع التكنيتيوم زي ما احنا شايفين الساس بتاعه حوالي 6 سم هنا برضو دول بروديوسينج الكيت مصنع كده وده النظر برضو جنريتور صندل الجاليوم كيت برضو وده التكنيتيوم اهو 99 ام ليبل كل حاجه طبعا لازم يكون له اكسبايري ديت ده بقى الكيت برضو من جوه الكولوم طبعا كل اللي حواليه ده بروتكشن عشان نحط السلاين وناخده كده ده
another one. برضو الكيت. برضو ده تكنيتي اهو. بقى واضح جدا ان في سيرنج هنا طبعا عشان دي كلها ايه بروتكتد برضو. عليها غلاف من ضد الراديشن عشان يمنع من الراديشن يطلع. يبقى الغلاف والحاجات دي ليد معمول من ليد. وده التكنيتيوم برضو حواليها ليد زي الابواب والكلام ده بتاع الاكس راي. يبقى كله ليد. واحسن حاجه تعمل بروتكشن الليد. وده برضو نظر هيت. طيب ريدي فور موسيقى فور كارديو فاسكولار ايميجينج. هل هو نفسه ولا في حاجة تانية؟ هنا perfusion agents for cardiac imaging ready for emergency are administered as part of stress test so as to provide information at peak cardiac output. Simulation to run on a treadmill to stress the heart. هنا عارفين عشان نقيس مثلا ECG أو نشوف heart ejection ريت والكلام ده كله. فالبيشنت بنحطه على تريد ميل. التريد ميل دي طبعا تتحكم في سرعتها لغاية ما نوصل لدرجة معينة، وبعد كده لو بلاد بريشر زاد قوي فبنوقف. طبعا في بيشنتس ممكن ما يعملوش تريد ميل لأنها سيريس، ممكن ترفع البلاد بريشر وبالتالي مش هنعرف حاجة عن القلب خالص. فنستعمل برفيوجن ايجنتس instead of stress the heart. زي مثلا IV coronary vessel dilating agents used in place of the treadmill when patient is not physically able to exercise. دول بيعملوا ايه؟ بيعمل dilatation وبنقيس احنا ECG وهو dilated. الحاجات اللي بتعمل dilatation بدل التريدميل زي تايبريدامول او ادينوزين او دوبوتامين. Patient will also be imaged when the heart is at rest. يعني مش بس ECG، احنا نقدر نعمل كمان imaging للجاما راديشن وهو dilated، ونقدر نعرف كده ال state condition of the heart. في عندنا كمان حاجة تانية اللي هو الثالث كلورايد، اللي هو الثالث أو الثاليوم 201 USB. ده برضه بنستعمله for the heart. Radioactive nuclide produced by cyclotron, one of the cyclotron, is used for myocardial perfusion imaging in the diagnosis of coronary artery disease and the localization of myocardial infarction. Biotransformation tau, thallus 201 is a monovalent cation with distribution analogous to potassium ion. It is excreted slowly. Physical half-life بتاعها 73 hours. Radiation emissions بتبقى X-ray emission. وفيها نوعين من gamma energy photons يعني different intensities. Different intensities. Technetium برضو 99M بس سيستميبي. يعني هو التكنيتيوم بتاعنا لكن فيه ايه بريبريشن معينة نعملها له. هي عبارة عن سترايل بايجين فري انترافينس انجكشن افتر هيت ريكونستيوشن والصوديوم بيرتكنيت. يعني بعد ما ناخد صوديوم بيرتكنيت نعملها هيتينج ات 100 ديجريز فور 10 مينتس فتبقى اسمها سيستميبي. طيب ايه فايدتها بقى؟ بيرترانس انفورميشن بتاعها انها technetium 99M is a cation complex that accumulates in myocardial tissue by passive diffusion. والديكي داتا بتاعتها الـ effective half-life is only